احبتي احبائي، اليوم ان شاء الله غادي نصايب واحد الكاطو نمبر كيك لواحد صديقه ديالي عيد الميلاد ديالها اليوم، وكل فاتني باش نصايب ليها الكاطو. كيف تتشوفوا غادي نحضروا بلاباط جينواز وغادي نزينوا بالقناش والشوكولاته البيضاء، وتزيين غادي يكون عادي، غادي يكون بالفواكه والورود اللي صايبناهم من عجينه السكر. وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، وما تنساوش تبارطاجيو. ودابا غادي نشوفوا المقادير وكيفيه تحضير هاد لاباط جينواز ولا غاناش بالشوكولاته البيضاء. كيف تتشوفوا دهنا 6 البيضات كاملين، وضعنا 180 غرام ديال السكر سنيده، ودابا غادي نخلطوهم في الروبو مدة 10 دقائق على درجة عالية. كيف تتشوفوا دابا حبسنا الروبو ضعف الحجم ديالها، وغادي دابا غادي نغربل الدقيق مع الملحة واللوز اللي مطحون حتى هو غادي نغربلوه، وغادي نخلطو بشوية بشوية من التحت للفوق غير بشوية باش ما طيحش لينا لاباط وتهبط. وغادي نوضعها في اناء اللي غادي نوضعو في الفرن، وغادي نوضع القرقاع اللي قليناه في الفران غادي نديرو، غادي نغطيه بشويه بسباتول وغادي نوضع في الفران لا جينواز ديالنا. اون فوا طابلينا لا جينواز نخرجوها مباشره وغادي نوضعوها على بابي كويسون، ونزولو البابي اللي طابت فيه لا جينواز غير بشويه، ونخليوها ترتاح. وغادي نطيبوا النصف اللي بقى لينا ديال العجين اللي قسمناه على جوج، غادي نوضعو حتى هو بنفس الطريقه وغادي نوضعوه في الفرن، وهو طاب لينا. وغادي نعاودو ثاني عجينه اخرى. ودابا سالينا وجدنا 4 ديال لي جينواز. انت تشوفوا هنايا غادي نديرو واحد لاكريم مونطي بالشوكولا بلون. عندنا هنايا تقريبا 796 غرام ديال الشوكولا البيضاء، وعندنا هنايا الكريم ليكيد، عندنا هنايا الكريمه السائله اللي خاصها تبقى بارده، عندي فيها يطرو 61 غرام، وهذه فيها اللي غادي تبقى اللي غادي نسخنوها فيها 265 غرام. دابا غادي نقطعوا الشوكولاته طريفات صغار، ومن بعد غادي نديروهم فوق با ماغي باش تجينا العمليه سهله، لان عندنا الشوكولاته كثيره بزاف. ودابا غادي نغلي هاد الكريم ليكيد، الكريمه السائله اللي عندي فيها كميه قليله هي اللي غادي نديرها هنايا، وغادي نخليها حتى تغلى مزيان، وهادي غادي نخليها بارده. كيف تشوفوا هنايا الشوكولاته ها هي بدات تذوب، وهنايا الكريمه خلات. ودابا غادي نوضعهم هنايا وغادي نخلطهم بشويه بشويه. غادي ندير الشوكولاته من بعد ما دابت لينا نديرها هنا، لان عندي الاناء هنايا كبير. وهنايا غلات ليا الكريمه، غادي نضيفها هنايا نصف ديالها على الشوكولاته البيضاء، وغادي نحركها، وغادي نحرك يعني بشويه بشويه كيف تتشوفوا. ودابا ضفت الحصه الثانيه وغادي نخلط هكذا مزيان كيف تتشوفوا. ودابا كيف تتشوفوا كي ولات هكذا، غادي نضيف عليها هاد الكريم ليكيد البارده، نضيف بشويه بشويه ونحرك. ودابا غادي نغطي بحال هكذا، غادي نحاول نهبط حتى لتحت هكذا باش ما يدخلش الهواء، وفي نفس الوقت غادي نسد عليها وغادي نخليها حتى ترتاح وندخلها للثلاجه. كيف تشوفوا جبت الكريمه اللي كانت في الثلاجه، ودابا غادي نطلعها هنايا في الروبو تيجي الشكل ديالها بحال هكا. كيف تتشوفوا هذه كاع لي جينواز اللي كانوا عندي في الثلاجه خرجتهم من بعد ما بلاستيفيتهم هنايا، عندي هنايا 4.
غادي نخرجهم ونخليهم تيرتاحوا باش نخدمهم. ومن بعد ما وجدنا لا غاناش مونطي بالشوكولاته البيضاء غادي نوضعوها في الكيس الحلواني وغادي نقطعوا لي جينواز غادي نصايبهم على شكل ارقام. غادي نصايب 32 سنه جوج وثلاثة غادي نقطعهم يعني بالسكين الخاص بالحلويات ولا قطعوا باي سكين عندكم عادي. وغادي نسقيهم بالسيرو سيرو السكر اللي بقيتوها قليل راه كنا صايبناه في واحد الفيديو ديال الكاطو ديال عيد ميلاد ابنتي جوليا. كنت صايبت معكم طريقه ديال سيرو السكر اللي تنسقيو به كاع لي كيك وكاع لي جينواز. وغادي نوضعوا لا غاناش الشوكولاته البيضاء خرجناها من جيب الحلواني اللي الشكل ديالو على شكل دائره. وغادي نوضعوا لا جينواز لي بيس الثانيين ديال 3 وديال رقم 2 وغادي نوضعوا نفس العمليه. غادي نديروا السيرو كذلك نسقيو به لا جينواز ومن بعد نديروا لا غاناش بالشوكولاته البيضاء. غادي نديروهم متساويين ومن بعد غادي نزين بمجموعه الاشياء. فوالا هنايا عندنا لي ماكارون، عندنا ميرتي، عندنا لهنايا لا مورانغ الصغيورين والكبار، عندنا هنايا الفرامبواز، عندنا هنايا الوريدات البلاطا سوك اللي صايبناهم، هنايا عندنا الفريز، هنا عندنا لي سناكس، هنايا عندنا المور، وعندنا هنايا الوريدات في الغوص. وما بقى لينا دابا الا نزوقو 32 ديالنا كيك نمبر. كيف تشوفوا دابا غادي ندير هاد الوريقات ديال الشجره غادي نحطهم هنايا حدا الوريضات هكذا بحال الوريضه هي اللي فيها الوريقات ديالها. فوالا هنايا ممكن صايبناهم بلا باتا سو غادي نحطوهم هنا. غادي ندير دابا لي ميرتي نصايبهم هنا في الجوانب. هاد لي بونبون تتشوفو غادي نرميهم هكدا باش غادي نزوقو بيهم منكتروش. كيف تتشوفو كيف قلت ليكم هذا كادو يعني صايبتو لصديقة ديالي ديالها. دونك غادي نجمعو هنايا درت هاد الفيلم اليمونتير خليتو خاوي من هنا ومن هنا وغادي نسدو غادي ندير هذا هو اللون هنا وهذا هو الكاطو ديالنا من بعد ما وجد. كيف تتشوفو وجدتو هنايا درت له هاد البلاستيك فوالا. وهذا ديال الناس اللي ما تياكلوش الشوكولا وعندهم اليرجي ديال الشوكولا درت لهم هذا بالماسكاربون. تيجي لذيذ ومره اخرى ان شاء الله غادي نحط لكم طريقه كيفاش نصايبوه هذا الكاطو اللي تيجي رائع. وهذا بالغاناش شوكولا بلون ونتمنى ان ما كوبين يعجبها لو كاطو جيسبر بيان. لا لاحظتوا تيجي الشكل ديال الكاطو رائع والمذاق ديالو روعه. تنتمنى انكم تجربوه ولا دخلتوا شفتوا الفيديوهات السابقه راني سبق لي وضحت صايبت هاد الكاطو على شكل قلب ولكن درت له لاباز بلا بات سابلي. وهاد المره طلبت مني صديقه ديالي باش نصايبو لها بلا جينواز وبصراحه جا الشكل ديالو رائع. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. واللي اول مره يزور القناه ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بالجديد. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.